في إطار الدورة 14 لموسم طنطان الذي تنظمه مؤسسة الموكار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، طلع فاعلون اقتصاديون أجانب ومغاربة على فرص الاستثمار بطنطان، لا سيما في قطاعي الصيد البحري والسياحة. الميناء ديال طنطان تعتبر واحد من أهم الموانئ ديال المغرب حيث الصيد البحري، وتيساهم يعني بشكل كبير في التنمية ديال الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للجهة كاملة وبالخصوص إقليم طنطان. الميناء ديال طنطان تعرف تواجد واحد الأسطول بحري كبير مخصص للصيد، هنا شي 370 وحدة للصيد الساحلي، 200 وحدة للصيد التقليدي، و 50 وحدة للصيد في أعلى البحار. نحن هنا اليوم بميناء طنطان، وذلك في إطار ندوة الاستثمار الأخضر بمناسبة موسم طنطان. وتروم هذه الزيارة الجمع بين العديد من المستثمرين والخبراء من مختلف البلدان لاستكشاف فرص الاستثمار بجهة قلميم ودنون وبجنوب المملكة عموما. وقد تمت برمجة لقاءات مهنية بين المستثمرين المحليين والجهويين والدوليين في إطار فعالية الدورة 14 لموسم طنطان الذي عرفت فعاليته عددا من الأنشطة. إنني جد مهتم بالوقوف على فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري بالمغرب عموما وبطنطان خاصة، لما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية بحرية مهمة. إن مدينة طنطان عرفت تغييرا وتنمية إيجابية، كما أن المغرب لا سيما جنوب البلاد يوفر فرصا مهمة في الاستثمار وخاصة بالقطاع السياحي. ويعد موسم طنطان الذي تم إدراجه من طرف منظمة اليونسكو ضمن التراث الشفهي غير المادي والإنساني سنة 2005 لحظة مهمة لقبائل الأقاليم الجنوبية المغربية للاعتزاز بتاريخهم، ومرآة حقيقية تعكس قوة وجمالية الثقافة الصحراوية كموروث حضاري مغربي عريق وحقيقي.